ينفع اتجوز واحد اصغر مني ب 12 سنه؟ ينفع؟ لا. ينفع ولا ينفع؟ لا. 12 سنه كتير. سنتين ثلاثه؟ لا. طيب عادي. بس المخرج بيقول ايه ب 15 و 20؟ طب هاخد وجهتين النظر. كويس ان انتوا الاثنين مختلفين في وجهات النظر. اسمع وجهه نظرك يا ساره واسمع وجهه نظرك يا مروه. ما عنديش مشكله خالص في السن خالص. الرسول اتجوز الصغيره واتجوز الكبيره. عادي. ده رسول الله، مش هنقارن نفسنا بيه باي شكل من الاشكال. ولا سلوكياتنا ولا اخلاقياتنا ولا اي حاجه. دلوقتي لو في حب وتفاهم السن ملوش اي علاقه، عادي جدا. مش هتحسي ان هو اصل العمليه ما بتتحسش في الاول، بس لما يوصلوا لسن كبير شويه 12 سنه دي هتفرق. لما يبقى عنده، ما هي عندها 55 وعندها 60 وهو لسه شاب، وهو بالذات الست بتعجز اكتر من الراجل. انا شايفه ان مفيش فيها مشكله. انا شايفه ان مفيش فيها مشكله. لو في حد بيتخانقوا معايا جوه بيقولوا هو هيتجوزها وعارف ده. فانت شايفه ان مفيش مشكله حتى لو هو متجوزها وهو عارف الكلام ده وهي عارفه الكلام ده برده؟ لو في تفاهم خلاص مفيش اي مشكله. مش هتخافي من المجتمع مثلا؟ لا خالص، لا خالص. نظره الناس ليكي الواحده لو بصت للمجتمع حياتها كده كده هتفشل. وبعدين في ناس اخذت برضه الصغير واخذت اللي اكبر منها بسنتين ثلاثه، عملوا ايه؟ ما هم بينفصلوا برضه وبيبقى في مشاكل. ما هو لما معلش انا هقول لك، لما ينفصلوا هيبقى ده كده اسمها ايه، قضاء وقدر، وان نصيب بينهم وقف لحد كده. بس لو انفصلوا وفي فرق سن بينهم هيقولوا ايه؟ ان السبب الاساسي لانتهاء العلاقه دي او الانفصال هو فرق السن. انا عايزه اسمع رايك انت الاول، بعد كده انا هقول رايي في الاخر. لا إيه قولي، انا هو انا إيه بسمعك. لا 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 قولي قولي. انا مش عارفه، انا حاسه لا طبعا ان كتير قوي ان يبقى في فرق 12 سنه. يعني هو 3 4 سنين ده لو اتجوز واحد اصغر مني سنتين 3 4 ده حاجه معتدله، عشان يبقى في تفاهم بيني وبينه، يبقى في كيمياء بيني وبينه، يبقى في حب ومشاعر بيني وبينه. اكيد غصب عنك لازم لازم هتبقي مثلا ايه، هتيجي وقت ما لازم هتغيري. والغيره دي هنرجع بقى لموضوع حلقتنا، هتعمل مشكله، هتعمل مشكله كبيره وهتعمل غيره، والغيره طبعا هتتفاقم اكتر، يبقى شكلها حتى هي هتبقى خلاص دخلت نفسها في حاجه وفعلا مش هتعرف تطلع منها. كنت عايز تقولي ايه؟ كنت عايز اقول النضوج، يعني هي حسب عقلها ايه. لو هي ناضجه ما هي اكيد ناضجه، ناضجه لان هي اكبر. ما انا هقول لك، ودايما الست بتنضج اكتر من الاصغر. صغير بس عقلها كبير. فما نجيش بقى نعمم ونقول ايه ما ينفعش تتجوز راجل اكبر مني. طب هي عقلها كبر وست عاقله وكل حاجه وهو طلع هايف، نعمل ايه دلوقتي؟ المشكله متغاضى عن المشكله دي بحكم سنه، هو يتغاضى عن ال 12 سنه. يعني انا قصدي في ناس تقول لك ممكن هو هيتغاضى عن الفرق السن ده في الاول، بس بعد كده هيحس بيه وبالتالي هيرجع يندم. طب ما في راجل بيتجوز ست اصغر منه وبتبقى علاقتهم، ما هو ما هو لازم اصغر منه. لا قصدي العكس. العكس ازاي؟ يعني بتبقى الست كبيره وهو الصغير. ايوه ما هو ده بنتكلم، بس بنتكلم بقى في ايه، في عدد السنوات. السنوات لما يكون 12 سنه يعني فده طبعا هتبقى 12 كتير سنه قوي. فرق كبير. يعني تخيليهم كده وهو هي عندها مثلا 60 وهو لسه اربعينات، يعني برضه هتغير عليه لازم. يعني فاهم قصدي؟ يعني دي حاجه الغيره دي هتعمل مشاكل. قولي رايك انت. اقول رايي انا شايفه برضه. بصي هي هقول لك على حاجه، هي صعب ان انت تقولي اجابه معممه تنفع على الكل. احنا بالظبط في حالات في حالات بتنفع فيها وبينجحوا وبيكملوا، وفي حاجات لا. هي على حسب العقليه وعلى حسب عارفه ايه، ازاي انا مخطط لحياتي وازاي انا بالظبط كده نوعيه حياتي عامله ازاي. انا من النوع اللي في البيت وهادي وبتاع، فدي ممكن جدا تمشي. انا من النوع اللي بسهر وبخرج ومش عارفه ايه وعايز ايه، لا عايز واحده تتنطط معايا وتعمل. فهي متوقفه على عوامل كتير جدا جدا، وحسب الراجل نفسه وروحه. وحسب الراجل نفسه لو راجل كبير بس روحه شبابيه مفيش مشكله. بالظبط كده، الروح طبعا عليها عامل كبير جدا. انبسطنا في حلقه النهارده وبيقولوا لي ان الوقت خلص، واحنا كان لسه عندنا كلام كتير جدا كنا عايزين نقوله. معلش هنقوله في حلقات جايه كتير. الحمد لله الحلقات بتاعتنا ما بتخلصش باذن الله، ونقابلكم باذن الله الاسبوع الجاي من الخميس للحد من 6 ل 7 مساء على قناه المحور. شكرا لحضراتكم.